وللحديث عن دلالات ورسائل بيان مجلس الأمن بالدعوة لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتحذيرات من صراع عسكري حال فشل الاتفاق، معنا من اسطنبول أستاذ العلوم السياسية في جامعة سكاريا الدكتور خيري عمر. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، لماذا اكتفى مجلس الأمن بالدعوة لاستئناف مفاوضات سد النهضة؟ ما قيمة هذه الدعوة في ظل مواصلة إثيوبيا خطواتها دون الاكتراث إلى البقية؟ هو بالنسبة لمجلس الأمن أعتقد أنه اتخذ هذا القرار لقيود أصلا تتعلق بالنزاعات الدولية حول المياه، وبالتالي هو لم يرد أن يدخل طرفا في مثل هذه النزاعات، وكأنه يقول أنه ليس معنيا بالنزاعات حول المياه، ومن ثم فإن على الدول الأخرى التي تعاني من مشكلات مماثلة عليها ألا تتقدم لمجلس الأمن. وأعتقد أن هذا هو المغزى الأساسي من هذا الموضوع، باعتباره أن فكرة المجلس أو مشروعه السياسي وفق الميثاق هو بيقول أنه معني فقط إذا ما اندلع نزاع يهدد السلم والأمن، وبالتالي أن هذا النزاع أن حاليا هو نزاع قانوني، وبالتالي هو لم يكن معنيا به. على أي حال، أن مجلس الأمن وقراراته على مدى عمر الأمم المتحدة لم يكن لها جدوى إلا في حالات رأت إحدى الدول أن تنفيذ القرار يحقق مصلحة لها، وبالتالي هنا الحجية في تنفيذ القرار ملزم أو غير ملزم طيب، لكن هو فقط عفوا دكتور، اثيوبيا تدعي ان دول المصب اي مصر والسودان هي التي سببت في فشل المفاوضات، ما حقيقة هذه الادعاءات الاثيوبية؟ المفاوضات لم تكن ناجحة في يوم ما يعني، وبالتالي انها فاشلة هذا الاختلاف منطق او اختلاف اسلوب البلدان الثلاثة في النظر للموضوع، بينما تسعى تتبنى اثيوبيا حق السيادة المطلق على المياه والأرض، فيما أن مصر تتحدث عن الحقوق المنصفة والحقوق التاريخية وحقوق التنمية المتماثلة، بحيث أن الفكرة هنا أن هناك تضاد في المنظورين، ولذلك لم عدم قدرة الوسطاء على الوصول لنقطة وسط أعتقد أنها كانت السبب الرئيسي في فشل المفاوضات، بالإضافة إلى أنه فكرة الحل الممكن لم تكن موجودة على مدى هذه الفترة، وبالتالي المسألة هنا من يتحمل الفشل هو الذي يصل بنقطة النزاع إلى منطقة غير متخيلة من النزاع. يعني نعم، مثلا فكرة السيادة، أعتقد السيادة المطلقة هي فكرة تاريخية انتهت منذ زمن طويل، وبالتالي أن البلدان كلها تتقيد وتلتزم بالمعاهدات التي وقعتها، وبالتالي هنا القضية الأساسية أعتقد أن إثيوبيا هي تتحمل العبء الأكبر من فشل المفاوضات، وأن هذه المسألة يعني سوف تأخذ جدلا كبيرا. يعني على أي حال، النزاعات حول المياه هي يعني نزاعات مزمنة، يعني تأخذ طيب سنوات وعقود، بالكلام عن باعتبار النزاع دكتور، مركز أبحاث السلام والنزاع يحذر من صراع عسكري حال فشل الاتفاق، هل هذا وارد بالفعل ضمن خيارات مصر والسودان؟ نحن هنا نتحدث عن أمن قومي لكلا البلدين. المسألة التحول أو الانتقال من نزاع قانوني أو نزاع يعني سياسي سلمي أو إدارة خلاف سلمي إلى نزاع عسكري مسلح، يعني هو ما كنت أريد أن أستكمله في أن النزاعات حول المياه تأخذ وقتا طويلا، يعني مثل هذه النزاعات يعني مثارة منذ الخمسينيات ومثارة تاريخية منذ مئات السنين، لكنه لم تستطع أثيوبيا يعني إجراء تحويل لمجرى النهر أو وقف المياه أو بناء سدود، وبالتالي هنا المشكلة الأساسية هو كيف يمكن أن تصل البلدان الثلاث إلى ما يعني ما يمكن تسميته نقطة المنتصف أو المصالح المشتركة. وأعتقد أن فكرة اللجوء للنزاع مسلح أو حرب هي هنا ما زال هناك أمامها شوط كبير، يعني هناك مناقشات ونفس دبلوماسي يمكن تطبيقه من قبل مصر على أقل تقدير، وأيضا الحالات
يعني إذا نظرنا لتاريخ القرن الأفريقي فهو في حقيقته هو دورات مختلفة من الصراعات لكن والحروب دكتور، الأهلية. كيف يمكن إدارة النزاع دون وجود إرادة دولية؟ نحن الآن ننظر إلى بيان مجلس الأمن الذي لم نرى فيه أي موقف دولي داعم للطرف المصري أو الطرف السوداني. أغلب التصريحات الدولية تبدو على أنها داعمة لإثيوبيا، خصوصا موقف روسيا الأخير. ما الذي ستستفيد منه؟ ليس هكذا، يعني عندما يتكلم مجلس الأمن على نقطة أنه لابد من الوصول إلى اتفاق ملزم وهو بيان رئاسي على أي حال، المشكلة هنا أن المواقف الدولية هي في الأساس مربكة ولا تساعد على الحلول في كثير من النزاعات الدولية، وبالتالي الاعتماد عليها كحل أخير أعتقد أو حل أو داعم أساسي للحل أعتقد أنه يعني سوف يجانبه الدقة أو يجانبه المنطق، يعني كويس لا توجد هناك نزاعات استطاعت الأمم المتحدة تسويتها حتى في الدول الضعيفة أو الدول الهشة أو الدول التي تمر بحروب أهلية. يعني اليوم بايدن يوقع قرار معاقبة، يعني قرار معاقبة المشتركين في الحرب الأهلية في أثيوبيا. يعني هل يستطيع أن يكبح جماحهم أو يسيطر عليهم؟ أعتقد أن طيب، إذا هذه ما هو الأمور الحل المتبقي لمصر والسودان؟ الحل المتبقي أن يعني أعتقد أن الأمور النهر يجري وأن مسألة الأفق الدبلوماسي ما زالت قائمة، يعني لا أعتقد ما يمكن الحديث عنه عن حرب أو غيرها، أعتقد ما زال أمامه شوط بعيد يعني. نعم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سكريا الدكتور خيري عمر، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.